تأمل في سر محبة الله، أي سر الإفخارستية، سر الشكر. في هذا السر الذي به يعطينا السيد المسيح جسده ودمه مأكلا ومشربا حقيقيين، نتحد به بشكل كامل، لأنه هو الذي قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. ولكن نتحد أيضا بيسوع المسيح من خلال هذا الاتحاد الأدبي، أي من خلال الإيمان والمحبة. الإيمان به لأنه هو المخلص الحقيقي، وبالمحبة التي أحبنا بها الله الآب من خلال يسوع الذي أعطانا هذه الحياة. هو الرأس ونحن الأعضاء، ونحن أعضاء في هذا الجسد السري، أي الكنيسة. هذا الاتحاد به من خلال الكنيسة ليس فقط بالإيمان والمحبة، بل من خلال كل سر، وخصوصا سر الشكر الإفخارستي، وأيضا من خلال الإنجيل المقدس التي هو كلمة الله التي أوحاها إلى تلاميذه ليكتبوها. ومن خلال هذا الاتحاد تحصل بيننا وبينه شركة كاملة بكل معنى الكلمة، نحيا فيه ويحيا فينا. هو الكرمة ونحن الأغصان التي تتحد بالكرمة الحقيقية، فنأتي بثمر ويدوم ثمرنا. فكلما اقتربت من السيد المسيح وعرفته أكثر، كلما اتحدت به أكثر، فأصبح هو لك الألف والياء، المبدأ وكل شيء في حياتك. فقل أنت لذلك الذي وهبك الحياة: أهب نفسي إليك يا رب، فادخل إلى قلبي واجعل مقرك في حياتي. يا رب، إني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. آمين.